مرحبا يا حلوين، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. طبعا مبروك لكل التلاميذ اللي نجحوا، بس طبعا لازم احنا نكمل المنهج حتى نتعلم اكثر واكثر، وحتى ما نواجه صعوبة بالمرحلة القادمة. اليوم راح نكمل درسنا، ودرسنا اسمه احب الرياضة. يلا نفتح الكتاب على صفحة 112، وأني راح أقرأ وأنتوا أشروا وياي. أحب الرياضة. سألت معلمة الرياضة الأطفال: ما الرياضة التي تحبونها؟ قال سمير: أحب لعبة كرة القدم لأنها تعلمني سرعة الحركة وتعلمني التعاون مع أصدقائي، فالفريق المتعاون هو الفريق الذي يفوز. قالت هيفاو: أحب لعبة القفز على الحبل لأنها تجعلني أطير في الهواء مثل الطير. قال سنان: أحب السباحة لأنها تقوي جسمي، وقد تعلمتها في مسبح المدينة. نقلب الصفحة. قالت جميلة: أحب لعبة القطار فهي تعلمنا حب السفر. قالت المعلمة: شكرا لكم، ألعابكم مفيدة ومسلية. الألعاب الرياضية تقوي الأجسام وتنشط العقول وتعلمنا حب التعاون وحب النظام. أريد أن تحبوا الرياضة لتعيشوا سعداء أقوياء. انتهى درسنا، وأتمنى من التلاميذ يكتبون الدرس مرة واحدة بدفتر القراءة، ويلا نشوف منو أسرع واحد راح يكتب الدرس ونزله على صفحة المدرسة. باي باي.